اهلا وسهلا البنات، اهلا وسهلا الميمات ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. نتمنىكم يا ربي تكونوا فرحانين. بديت معكم باش هذا الفيديو هكا ان شاء الله من الصباح. فطرنا البنات صراحه وحيدت داكشي المهم، بغيت باش الفيديوهات مابقاوش يجيو البنات متشابهين. المهم جبت البنات الطبله ديال داكشي، قلت غنجمع هذا الصالون هذا، لان الصراحه باش ما نكذبش عليكم البنات راه عادي مع كانت بنتي رجعات ليا فوق واحد المانطه وداكشي، فغادي نحيدها عاود تاني. راه وحده اخرى هادي ماشي حيت فوق ديك ديال هذيك المنطقه شويه صغيره، وصبنتها وثاني وحده اخرى مع هاد الايام كلها مسكينه كترجع ليا. صافي نمشي ان شاء الله البنات نفوه شويه البيت، واخا الصراحه واخا كنخرج كاينه الشتا واصلا ما كيدخلش عندي الشميشه. صافي هنا اسراء قلت لها تحركي شويه برجلاتك ماما، ما تبقايش غير باركه، حيت البنات الصراحه ملي كتنعسي المرض صافي غير كتنعسي المرض صافي راه كيسكنك. وعشي مسكينه مخلوعه كتقول لي ماما عندك المدرسه زعما وداكشي، قلت لها ما عندكمش تخافي عادي راك مريضه، لان سولت واحد البنات قال لي راه درنا امتحانات وقالت واش ما غاديش يعاودوا الامتحانات وزاد تكملت تخلعات. قلت لها عادي اسراء راه صحتك هي الاولى حبيبه ديالي، ما يمكنش البنات صراحه والله. وشكرا لكم بزاف البنات اللي سولتوا فيا، والله الا بزاف البنات اللي سولوا فيا، وزعما اش غنقول لكم راه فوق الحزه اللي كتعرفي شكون اللي كيبغيك لنفسك. والاغلبيه الصراحه اللي سولوا فيا ما عندهمش قنوات، واش ما نكذبش ولا هذا، الاغلبيه اللي سولوا في اسراء ما عندهم لا قناه لا شي حاجه، متتبعات ليهم عاديه. فهنا فين كتعرفي بان في وقت الشده راه كتلقاي المتتبعات اللي كيبغيوك لله في سبيل الله، والله ما نكذب عليكم. وشكرا بزاف البنات اللي كينصحوني نصائح صراحه، كتنصحوني شي حاجه وكنوصل عليها فين ما كتقولي دنيا ديري هادي ولا فعلي هادي، ومثلا كاع ما كنسمعش هضره كتفوت الايام وكنسمع هضره وكنوصل على كلامكم. ايوا المهم البنات هذا مكان غتقبلوا على هذا الفيديو البنات فيه بزاف ديال التقطعات، لان مهم واحد الحاجه كانت كتبان ما شتهاش هاد المتراكي وقعوا اغلاط حتى ساليت هكا صافي. ودابا قلت اجي غادي نصلح بهاد ندرك بهاد العيبه تشاش باش ما يبانش صافي. البنات هذه ان شاء الله بغيت نبدل حتى المخد، لان حتى المخد كيلصق فيهم المرض، قلت لكم نبدلهم واخا باقيين نقيل راكم انا عارفين البنات الا كثرت على المخد 3 ايام الواحد كيكون ناعس الريوق بزاف ديال الحوايج. صافي البنات بدلتهم، وهنا غندير وحدين اخرين جداد واخا ما يكونوش كيتشابهوا. البنات شوفوا انا الحاجه اللي كتهمني في هذا الشيء كامل كنشارك معكم ديما في القناه ديالي، ما كيهمنيش الفلوس بزاف، اولا مثلا بغيت نفرش في شي حاجه خصي يكون عندي الفلوس، لا نقدر من داك الشيء اللي عندي في الدار نفرش داري ونتول داري. اهم حاجه اللي خصك تركزي عليها في هذا الشيء هو النقاء. انا الحمد لله ملي كتكون الحاجه نقيه واخا تكون مانطا مشرقه وبعد المهم تكون غير نقيه كنقبل بها وكنحمد الله وكنشكر. صافي هذا مكان، لان دابا غادي نبدل المخدات اللي غتزويدوني مخده كل وحده في اللون، راه عندي مخدات كيتشابهوا اختي اصوغتي ياك وكيقولوا بحال هكا، ولكن البنات الصراحه ماشي مشكل مره مهم كنبغي نبدل كندير مخده في البياض مخده في بحال هكا الاسراء، حيت الاسراء كتعجبها ديك المخده. كانت جابتها لها صاحبتي صوفيا راه تفرج غتقول لك كتعرف راسها، كانت جابتها ليها مع واحد الحوايج صافي ولات عزيزه هذيك المخده بزاف داك الغشه ديال المخده. ايوا صافي باش درت انا بدلت انا المخده، جاني واحد الحماس اليوم لان الصراحه باش ما نكذبش عليكم حتى انا مرضت مع بنتي، عرفتي راه ملي كيمرضوا لكم الوليدات راه كتمرضوا حتى نتوما والحمد لله. وراه اليوم البنات ما عاوتاني باش ديت هاد الوسله عاوتاني لان خلعتني، ولكن الصراحه الطب ما داروا معايا والو الصراحه. شوفوا هاد الوقت خاص يكون عندك الفلوس تمشي تدي بنتك لاحسن طبيب هكا ديال الخاص صافي كتكوني مرتاحه. اما ما بغيتش نقول شي حاجه اللي غاديش نتحاسب عليها من بعد، فلا هما نصد فمي انا عارفه راسي. صافي البنات هذا المكان، هاد النهار ان شاء الله غادي يكون البنات زوين زوين بزاف، ما كاين لا طاقه سلبيه لا والو، كاين الطاقه الايجابيه والحداقه يا اختي. اليوم غيلعب ان شاء الله المنتخب الوطني ديالنا، وكما كيقول تفائلوا خير تجدوه، وانا كنقول الحمد لله على كل حال البنات صراحه. انا كنت كنطلب الله انهم يربحوا، بغيتهم يربحوا الصراحه نفرحوا، ولا ما ربحوش البنات راه ماشي مشكل، اهم حاجه راهم رفعوا لنا راسنا. الحمد لله البنات وسط الاطلس رفعوا لنا راسنا، وعشيشنا انك وصلت لهاد المرحله هذه راه بارك، غير هذه المرحله اللي وصلنا لها تبارك الله ما شاء الله راه كيشهد بها الصغير والكبير، راه راكم كتشوفوا البنات توحدوا معنا كاع الدول كيشجعونا اللاعبين تبارك الله دايرين فوق من جهدهم وفي كل ماتش كيفرحونا، فما خصناش نكونوا انانيين. والله يجازيكم بالخير، بغيت نطلبكم الا ربحنا ولا ما ربحناش، انا دابا راه حتى العشيه غادي نتفرج مع 8 د العشيه في هذا الفيديو هذا، فسواء نجحنا ولا ما نجحناش راه ناجحين، واخا الحمد لله على كل حال لانهم ضاربين تماره وتبارك الله عليهم. بعد انا 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 من الناس اللي قلت لكم ما كنتبعش الكره وما كنتش كاع كنعرف شنو هي الكره، ولكن سبحان الله هذا العام جاني واحد الاحساس مختلف لانهم فعلا لعبوا ورفعوا لينا راسنا، فكنقول لهم تحيه
ليهم كاملين، الله يخليهم الولي، الله يخلي لهم ميماتهم ويخلي لهم عيالاتهم، المهم وليداتهم، الله يفرحهم بهم ان شاء الله، لانهم الصراحه راه اسود الاطلس. ما قالوا اسود الاطلس الا اسود الاطلس، وهذا ما كان البنات الصراحه، راه بكينا معاهم فرحنا معاهم، راه في وكنبقاو مسلمين وكنبقاو خوت وكنبقاو مغاربه، فاي حاجه كدر واحد فينا كلنا كنوقفوا مع بعضياتنا، فكنحمد الله وكنشكر على انني مغربيه، وكنفتخر براسي انني مغربيه وفرحانه. ايوا هذا ما كان البنات، قلت نهضر معاكم هكا شويه، لان صراحه ما كنهضرش معكم بزاف هذا الموضوع هذا، ولكن ربي اللي عالم شنو في القلب، راني كنفرح وكنتبع الماتش وبزاف د الحوايج. هنا البنات جبت معايا واحد شويه ديال الدجاج، داك اللي شفتو داك النهار راه سالا سالا، لان كان هاد الايام اللي جاني جاني على فخوضه، فخوضه يا اختي ديال الدجاج، واحد السيد كيبيعهم حدايا كنمشي كنجيبهم زوينين. اليوم البنات ان شاء الله قلت غادي ندير رفيسه اختي في العشيه اليوم، الشتا البنات تبارك الله ما شاء الله خيط من السما، فغادي ندير ان شاء الله باش نكون رفيسه، هاد الجو ديال الرفيسه صافي. هذا ما كان، وغنبركو ان شاء الله في العشيه نتفرجوا في الماتش، وهاد الفيديو غادي يكون زوين زوين بزاف. وراجلي راه مشى باش يشري اسراء الدواء، عاوتاني دواء اخر اللي غتوليدوني، واش داك الدواء هذاك ما دار ليها البنات والو، وتزيرات ليا البنات بالليل ما نعاودش ليكم، ديتها البنات ليرجونس عاوتاني والو، بغاو يدكولها برا، قال لهم راجلي ما دكلاش برا، لان كيدكولها فواحد البراوات راه ما عرفتش انا صافي، وليت ومني كيدكو من عداش كتزيد تزير الدريه. فالحمد لله على كل حال، يشافيها ويشافي جميع المسلمين. المهم البنات دابا لقيتوني الله ساليت اختي يا خواتاتي ولا اختي، المهم راكم بحال بحال دابا البنات، يلاه ساليت دابا وبركت راجل ثاني، يلاه دخل البنات في جاب الاسراء ثاني واحد الدواء. راه واقيلا ما كنتش لكم في الوضع فيديو، راه ثاني تزيرات من البارح حديتها للسبيطار. المشكلة البنات الصراحة ما داروش معايا شي حاجة عاوتاني، بغاو تقولها بركت وما تقولها براح تقولها داك النهار، ما دارتش شي حاجة الصراحة. هاد المرة بغيت غنبغي ندي بنتي غنديها عند طبيب ديال الفلوس، بعدا جنابو كيما قالت لي واحد المتبعة مسكينة، عطاتني واحد الرقم ديال واحد الطبيب، قالت لي سميتو الحلو، قالت لي زعما زوين بزاف بزاف، قالت لي تدي عندو بنتك، قالت لي دقة بطلة. المهم البنات شنو لكم، خدا لها قرعة الماء، لأن الآن شوف البارح ما شوف البارح درت ليها الدواء، قلت لي دنيا ما ديرش ليها في مدرسة دي علي في الماء العادي، راني عارفة البنت راه غير مرفوعة وما بقيتش كنفكر في حتى شي حاجة. خديت لها البنات ثلاثة من هادو، هيا وحدة دابا غادي نشربها بها الدواء، وبغيت نوريكم الدواء لي المهم هدا راه كان عند هدا، قلتو لي شكرتو لي هدا كلكم، قلتو لي دنيا هدا راه زوين، هذا البنت راه هو اللي كنستعمل لبنتي انا ديما، هذا كيبقى عندي في الدار، هذا ملي كيسالي كنعاود نشري حيت الوقت والزمان البنات، الواحد ديما خذوا هذا وليداتكم في الدار. عرفتي البنت اش وقع ليا دابا حاشاكم، البارح تخلعت شدوا هذه 3 ايام ديال فقر الدم، سيري اسراء جبت ديال فقر الدم بناتي، سمحوا لي البنات مشيت جبتو انا اسراء ما قدراتش تجيبو، داكشي علاش قلت لكم البنات 3 ايام ما شرباتوش معايا كنسالا، عاوتاني راكم عارفين سالا ليها، وكانت عندها واحد القرعه وكانت موضره ليا، معناتها كتبقى هي تلعب وكانت موضره، وكانت هذه هي اللي كانت موضره، لقيتها البنات غير في الحوايج وداك الشيء مع بنتي كتبقى تهز تلعب، ولكن ما كتشربوش غير كتحطوها في شي بلاصه وكتنساوها. فبدينا كنقلبوا ما لقيناش، كنت قلت ان شاء الله تندير غناخذ لها قرعه اخرى، وانا صافي ما لقيتش شربت شي ربع ايام. فملي دارت لي البنات انستغرام، انستغرام ديال خليكم البنات هنايا، من اللي بغا يدخل عندهم مرحبا، راه كنكون تما ديما وديما كنحط اليوميات ديالي تما. فقالت لي دنيا مشكلة واش بنتك شاربه شي دواء ديال الحليب، قلت لها ما شربتش الحليب 4 ايام، فشكوني، قال لي دنيا شوفي راه شي حاجه خطيره تما. صافي البنات تخاف بديت كنبكي، المهم هو دنيا فقر الدم اللي كتشرب اسراء هو هذا، يكون البنات المهم هذا راه درتو لها ما دار ليها البنات والو، خرجوه ليا في السبيطار ما دار ليها حتى شي حاجه، بقى فيه جوج البنات هانتوما، قالت لي بنتي ماما ما دار ليا والو كنحس بالحايق هانتوما. وعاوتاني المهم اليوم البنات كنت شريت هذا، هي هادي باش كنعبر ليها الحرارة، اليوم البنات 4 ايام باش مشيت للمدرسة، اليوم اليوم لا 3 ايام واقيلا ما عرفتش 4 ايام، مابقيتش كنعقل. هذا البنات وحداتو عاوتاني، هذا انتيبيوتيك، هادشي اللي قالوا ليه انتيبيوتيك، ها هو المهم غنشربولها دابا، نترا قال لي عطيها وحده، نشوف شحال من 3 مرات في الصباح، ودابا البنات راه مع دابا 3 العشية كنصور لكم الفيديو، اذا غنعطيها غير دابا ونعطيها بالليل هانتوما. وهذا ما عرفتش الثمن، ولكن هذا قال لي راه غير شحال الثمن، البنات بغيت نقول لكم الثمن ديالو. الحمد لله على كل حال، اي حاجه تتمشي في وليداتنا ماشي خساره. هنا عاوتاني البنات شنو هي هذا اللي ب 15 بترمية، 1500 درهم هذا البنات، فيها جوج تمرات، هنشوف جوج تمرات، مرة في الصباح وفي العشية قبل الأكل هانتوما. ها دابا غتشربي دابا وغتشربي بالليل، والله ما عرفت وغنشربك دابا وتا الليل، وغادي نتشاور مع البنات في الانستغرام هانتوما. وغمالة ثنية وغمالة، المهم هانتوما البنات شفتو
عتيرا انا قلنا دابا بعدا تشربهم، قال لها تشربهم دابا، هذا ب 15 ريال، هذا ديال الميكروب لان بنتي راه ما عاد، قال لي راه الحلاقم، وقال لي راه واقيلا الحلاقم دار لها ميكروب في الكرش، هذاك الشيء باش كتالم داك الاناق. اشنو هي سمتها؟ شوف مسكينه كتصور، برافو. والبنات قالت لك اسرا بغيت نمشي لقطار، ايوا انا نهضروا معاها هذه. يلاه يلاه دابا شوف، قالت لك الناس في الناس ونقراك ماشي في الراس. هضري مع البنات قول لهم السلام عليكم. السلام عليكم، كيداير لاباس بخيركم وصحتكم شزاز؟ مسكينه ما قدرتش تهضر، كان بغات باش هكا حيت مسكينه كتقلق، نقول لها جي ندير لها ماشي هاداك الشيء. خصنا نخلطو إسهال، علاش نخلطو؟ الناس ميمكنش، ميمكنش باش غنخلطو باش نجيب عشا، شدي هكا شدي هكا، غنبقي نخليها هكا، ما تنجيب عشا ونرجع، يلا إسهال هاكي، شربي قولي بسم الله وشربي بالشفاء، ما عرفتش واش حار ولا حلو، أنا طقتو، وزربي زربي يلا زربي باش نعطيك الدواء الآخر، أنا زربي باش نعطيك الدواء الآخر، غنطلقى مع البنات نيشان، البنات نلقى معاكم نيشان، واش كنبان ليكم ولا أختي الزين والتباتة كيبان ليكم، شربي يلا زربي. قلت لهم بان البنات بركا عطيهم الدواء 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 الدواء، قولي خشي حنا في كل هضره خشي عطا الدواء دابا هذا وقتو، ذاك النهار عقلت ديك السمانه باش مرض، يا جاز عليا البنات، عقلتي باش مرضت اسرا ديك النهار؟ نهار شريت ديك روميكس والسيرو والحاله، لا لا حنا انا ولات عندي اللي بغا الدواء يجي يشري عندي الدواء، راه عندي عياده، عندي روميكس، عندي السيرو ذاك ديال الكاليبتوس، وزربي، عاش دابا صاحبتي ها حنا دابا، خصك تغم في عينك وشربي كما كندير، ديري ها وشربي. انا كنصبح العصر هما باش هاد النهار الفيديوهات هادو هاد الايام ديال الدار، الدار اختي قولي بعدا جاتك البيجامه، وشوف شي كي جاتك البيجامه دوني اليوم ما بانتش معاكم وما تحدثتش، ويلي اختي ضرب عليكم البيجامه يا اختي، ها انتم يا اختي البيجامه اختي ديال الدار مع الشيوا، صيقت قبيله راكم شفتوني صيقت مني سالي جيت صب الشتا، وانا نقول الحمد لله على كل حال. قالت لي واحد البنت هاد الشيء كله اللي كيدوز عليك وكتقولي الحمد لله، واختي علاش ما نحمدش الله؟ انا مسلمه وخصني نحمد الله وخصني نهضر بقضاء الله وقدره، لان ملي كترضيش بقدر الله فهنا فين كتسمي انك ماشي مسلم، ملي كترضيش بداكشي اللي كيعطيك الله، انا كنهضر اللي كيعطيني الله الحمد لله، يا ما داز عليا داز عليا شي حوايج اللي صعابين في الحياه، والحمد لله القوه وحتى حاجه تقدر توقف في طريقي، وانا مستمره ان شاء الله على قبل بنتي يا ربي، يلا راهي حبيبه شربي شربي داك التخت، ما تخليش داك التخت هو اللي فيه الدواء، ياك شربنا هذا دابا هذا هذا البنات تا هو داك الشرب، وغنعطيها دابا تاكل شي حاجه ان شاء الله نطيبلها، اليوم غنطيب الرفيسه يا البنات، اليوم معاها غيلعب المنتخب الوطني، يا ربي ان شاء الله يا ربي تيسر لهم الامور، انا كنطلب الله ييسر لهم الامور. شربي هادشي اري هاك شربي قدام البنات، تشهدوا عليك ما كتبغيش تشرب الدواء، داكشي علاش كنشهدها قدامكم، كنبغي تشهدوا قدام تشهدوا عليها باش لقات كلا نقول لها ما كاينش الشهود. لا لا بغيت نعطيك دابا الدواء الاخر، حيت قال لي واش واخا تشربهم في خطره، قال لي تشربهم في خطره وتاكل شي حاجه، عرفتي شنو نقول لكم؟ إسراء قويه تبارك الله، صباره والله كتقول لي ديني السبيطار ديني السبيطار ديني مرض الطبيب دابا تبارك الله، شوف شتي كنهضر مع وليدات الصغيورين اللي تمرضوا ما تبقاوش تقول لكم ما تديناش السبيطار، سيروا السبيطار راه مزيان ياك إسراء ياك ماشي براهو، ولاو تا هما شجاعين، إسراء كترسم وبارك حدايا هاك. يلا غمضي عينك وشربي ما حارت حاجه، يلا باش نقول لكم قلت لكم غادي ندير رفيسه اليوم، فرحانه بالمنتخب الوطني وغادي ندير رفيسه، واليوم كاين اصلا البرد كاين البرد، غادي ندير البنات واحد القصري ديال رفيسه ان شاء الله، صراحه باش ما نكذبش ولا نكذب عليكم ونقول لكم العجل مسمن في الدار، لا ما غاديش نعجنو، اختكم ما عنديش العظم الصحيح ما نكذبش عليكم والله ما قادره، ما غادي نشري من عند واحد جارتي كتبيعو هنايا في عامر، وصلت على انها تصايب ليا واحد كيلو كتبيعو ليا ب 460 ريال، راه غادي تصاوبو ليا قالت لي واحد شويه ان شاء الله غادي نجيبو لك، وراجلي غادي يجيب لي شويه العدس شويه ديال شويه العدس شويه ديال شويه ديال الحلبه شويه ديال الثومه، لان مبقاتش عندي باقي البنات الفول غيجيب لي الفول، باقي البنات ما تقديتش ان شاء الله هكاك الشيء ديال البرد دابا داك اللوبيا، خصني ان شاء الله نتقدى لوبيا نتقدى عدس باش يبقاو عندي كنبيع في الدار. قطر باش كياخذ هذا قطر والله بنتي ما نكذب عليك، ايوا البنات شوف نقول لكم بسلامة عليكم ماشي بسلامة عليكم نتلاقى، المهم قدرت نكمل الفيديو غادي نشارك معكم رفيستي كي دايره، ما شاركتش معكم ان شاء الله الفيديو الجاي اكيد نشاركها معكم، يلا انتوما معايا وفي عليكم.
ايا لالا اسراء شوفوا مي تعرفوها دارتها عرفوها. عرفتي شنو نقول لكم؟ راه البارح راه خلعتني ولكن اليوم الحمد لله كان حمدك يا الله وكنشكرك. الحمدك يا ربي وكنشكرك. يلاه صافي البنات كنت نحيد عليا كل الروينه قبل ما يبدا قبل ما نتفرج في المنتخب. قلت لكم ان شاء الله نوض نحيد عليا داكشي اللي غيتحيد الروينه وطرف كل حاجه في بلاصتها. شوفوا بغيت البنات تكون الدنيا نقيه باش نبرك نتفرج وانا مرتاحه. صافي هذا ما كان. هنا البنات جبت البرمه بغيت نطيب فيها الرفيسه ولكن قلت في عقلي لا ويلي واش انا غنطيب كسكسو وانا نحيدها، لان عندي جميله كبيره هذيك الكحله كبيره غادي نطيب فيها الرفيسه زعما غادي تجي زعما غتقدني. صافي البنات وانا نرجعها. وهنا البنات كنمسح الكوكوط باش نرجعها لبلاصتها. صافي ملي كنغسل شي حاجه كنبغي ترجع لبلاصتها باش ما تسطاش، حيت الا خليتي فيها الماء راه كتسطى. اختي انا حاشي عزيزه عليا وكنبغي نتهلا فيها كنبغي نمسحها ونقادها ونهضها لبلاصتها. ايوا هذا ما كان. قلت لكم البنات صافي دابا ان شاء الله غادي نطرف هكا شويه الدنيا وغادي نطيب العشاء وغاديش نشعل عليه حتى نتفرج في الماتش. هذا شي ان شاء الله نرجع هكا لسميتو نرجع هكا نطيب العشاء وداك الشيء. صافي هنا حكا بغيت نقول لكم راه حيت قلت لكم قبل غادي تجي واحد السيده تجيب لي الرفيسه. قلت لها جيبي لي لكم راه غادي تجيب لي الرفيسه حيت وصيتها المسمن. انا راه المسمن نقول ليه الرفيسه تريد زعما جابتو لي البنات دابا ها هو جابتو لي الدار وراجل البنات هو جاب لي معاه الصخره كنت طالبه عليها جابها لي. صافي هذا ما كان. دجا البنات راني غسلتوها هو كيتسقطر غنديرو ان شاء الله في الرفيسه كامل. والله ما عجبني نديرو بالفخاد وصافي اللي جاني جاني اليوم نديرو بالفخاد. ايوا صافي كنحاول نوريكم بس راه المسمن زوين ونطيب مزيان ماشي زعما خضار. وشوفوا زوين غير هو انا البنات صافي كملت ليه شويه تقطع. هي قالت لي دوني كملي تقطع من عندك. قلت لي راه كنخدم داك الشيء عشوائي. قالت لي المهم انا كملت ليه تقطع من بعد ملي بغيت نحطه كل عشاء درتو درت سميتو قطعتو. صراحه البنات الرفيسه كتجي زوينه في الغداء ولكن درتها البنات في العشاء واخا محن عرفتي جات لي المعده يا البنات كنكذبش عليكم كنجيكم صراحه المعده قتلتني حيت الرفيسه كتبغي الغداء الغداء وواحد البريد ديال الاتاي ولكن ماشي مشكل. احنا اختي بغينا نديرها مع كانت الشتا بالليل صافي وانا نديرها. ايوا صافي هذا ما كان البنات. ان شاء الله دابا غادي نرد كل حاجه لبلاصتها وغادي جبت البنات شويه ديال سميتو قلت لي جيب لي شويه ديال اللو العدس وشويه ديال الفول وشويه ديال سميتو شاخر الزيت. الزيت اللي انا البنات ديك الزيت اللي كتشوفوا تما مخلطه عتي ما عجبتني الصراحه كدير واحد المذاق خايب في الماكله ما عرفتش علاش. صافي فحاولت اني نحيدها ما تخلي البنات الماكله كيجي فيها واحد المذاق اللي هو خايب. صافي صافي البنات وانا ناخذ قريعه ديال الزيت صغيره وعرفتي شنو نقول لكم. بقينا مقابلين المنتخب ياكل البنات ومني مشيت اليوم بغيت ناخذ الحليب لقيته ب 4 دراهم والزيت زادوا فيها. قلت لهم اش هذا الشيء هذا اش هذا الشيء هذا فين غنمشيو؟ قلنا فين نعطيوه بالراس بحال دابا البنات الدرويش مسكين اللي ما عندوش كندوي على الناس اللي مساكن ما عندهمش اش غيديروا؟ شنو خصهم الزيت خصهم السكر خصهم اتاي كي غيديروا لهذا الشيء هذا؟ صافي البنات هذا ما كنحاول نوريكم البنات دابا هذا الشيء كنحاول نوريكم لانني عارفه راسي مني ما جديتش عيار كنوريكم حيت عارفه راسي غنبدا نهضر في هذا كنحاول نشارك معكم ونقول لكم هذا خديت الزيت وداك الشيء. ايوا صافي دابا ان شاء الله نتوما معايا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا ندور اختي باش نطيب العشاء وهانتوما معايا البنات. هنا راه صافي دابا درت الرفيسه ديالي باقي ما شعلتش عليها الصراحه ما نكذبش عليكم. المهم البنات نقول لكم واش درت فيها بزاف وبغيت نكون شارك معكم التفاصيل باش ما يجيش الفيديو ممل ويجي عاوتاني طويل. هنا البنات درت البنات واحد خمسه ديال البصلات الصراحه كثرت الرفيسه باش تجي كثيره ولا شاط الغدا ماشي مشكل. هكا درت البنات ربعه ديال البصلات هكا كبار. درت البنات العدس درت الحلبه درت الفول درت الدجاج درت واحد خمسه ديال الفخوضه ديال الدجاج راكم شفتوهم تقادو ديال البارح هادو شريتهم اليوم عاوتاني. هنا البنات درت الربيع اللي غتقولوا ما كيدارش الربيع انا كندير غير كيعطي النص ما غنحيدو ما غاديش نخليه. ها انتم البنات درتو هنايا كل واحد سنو الطياب ديالها. ها انتم مولف البنات كندير مطيشه محكوكه وحيده ما كايناش انا دابا مطيشه كنديرها من زمان. المهم البنات ملي كنت صغيره ملي كنت غير كنت كندير مطيشه كيطيبوا بها اغلبيه كتجي كتبنن الماكله. قلت لكم البنات صافي هذا ما درت ودرت عطريه درت البنات خرقه ومعرق درت سكينجبير شويه انا بغيت نديرو كيعجبني مع البرد درت البنات الملحه درت الزيت الزيت الاخرى البنات الصراحه ما عجبتنيش كدير واحد المذاق خايب في الماكله فمشيت قبيله من شراج اللي تقدا قلت لي جيبي معاك واحد القريعه صغيره ديال الزيت ما عجبتنيش ديك الزيت ما صراحه باش ما نكذبش عليكم ما صدقاتش لي زوينه كدير لي واحد المذاق خايب في الماكله. وهنا البنات درت المساخن كدوش من واحد صاحبتي شحال هادي مساخن هكا ديال الرفيسه
صافي هذا ما كان البنات، ودرت درت العطريه، درت الملحه، راكم قلت لكم داكشي كامل درت. وصافي دابا ان شاء الله غادي درت، كنت غنديرهم في البرمه ولكن لا ما عجبتنيش البرمه، ما تحيتش ليها، كنت ندير في كميله هكا كبيره، هادي البنت راه كبيره كتبان لكم صغيره مع الكاميرا، سبحان الله الحاجه اللي نبغيوها تبان كبيره تصغر، الحاجه اللي نبغيوها تبان صغيره تكبرها، راه كبيره البنات. ها نتوما دابا ان شاء الله غادي نديرها البنات البلول معكم، تبارك الله البنات تشوفوا على البرق، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تفرقعت واحد البرقة البنات سمعتوها دابا. صافي باش ان شاء الله دابا غادي ندير البنات البلول وغادي نخليها كطيب. دابا البنات راه باقا ما وصلتش السبعة، دابا راه شي الخمسة ونص، غاديش غير غادير الماتش غنشعل عليها، بغيت اختي نتفرج في الماتش، مخلوعة يا البنات الصراحة، مخلوعة. قول لي همك في بنتك، البنات راه بحال بنتي بحال بلادي، بنتي قالت واحد كيموت على ولادو وعلى بلادو، فمخلوعة بزاف بزاف. دعيوا البنات ان شاء الله اننا نربحوا يا ربي اليوم، ومهم كاين واحد التخوف ولكن تيقى في ولاد بلادي الحمد لله، تيقى فيهم وديما مغرب ان شاء الله، ويا رب انا متأكدة حنا غادي نديو ان شاء الله البنات الكاس، علاش لا، مالو شي حاجه، ماشي شي حاجه صعيبه، وكاع الا ما ديناش البنات الكاس ماشي مشكل، علاش؟ لان وصلنا حتى للنهايه، وهذه بوحدها راه تبارك الله ما شاء الله، شرفوا بينا وكبروا بينا في البلدان، والعرب كلهم تبارك الله توحدوا معانا وكلهم كيدعمونا، وراه كتشوفوا الاغلبيه هكا في قطر دابا كلشي كتسمعوا غير المغرب المغرب، فهذا الحمد لله واحد الشرف لينا اللي هو كبير، وفرحانين الصراحه. يلا المهم دابا ان شاء الله غادي ندير يسرا، جيبت القرعه ديال الماء. ايوا البنات من بعد ما هضرت معكم وداك الشيء دابا غادي نبلل، غادي ندير البنات هكا شويه ديال البلول، المهم غادي ندير مثل انا رفيسه كتبغي البلول كيما قلت لكم كتبغي البلول الرفيسه، ودرت حكا درت واحد الراس، درت واحد الراس ديال الثومه عامره البنات. صافي هذا ما كان، ها الثومه. صافي دابا غادي نخل، ما غاديش نشعلها دابا البنات، حتى يقرب هكا، حتى يقرب حتى ديك 8 قبل 8 ديك 7 ونص نشعل عليها. صافي دابا ان شاء الله غادي نطيب البنات الكوتي هكا، الصراحه نسخفنا نديرو هكا شي كوتي ان شاء الله. وصافي هذا ما كان احكا البنات، هاد البرمه هذه راه كانت هرست ليا ديالتها، عقلت عليها، وديك المتبعه كانت مسكينه سطات هي، قالت واش غتجي قدها، وما جاتش قدها، باقا كبيره عليها، ولكن المهم بعدا قاضيه حاجه، ها نتوما المهم بعدا راه صادره ليا، المهم واخا ما كيتشابوش، ولكن قالك لهم العمش ولا العمى ياك البنات، شي امثله عند الدنيا ما كاينش بحالهم. يلاه ها نتوما يا صحاباتي. المهم البنات نقول لكم تفرجنا في المنتخب الوطني، واخا ما ربحناش ولكن الحمد لله ربحنا، ربحنا بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين، ربحنا الدعم ديال العالم معانا، كلشي واقف في جندنا الحمد لله وكنشكروه، وكما قلت لكم في الاول غير اننا وصلنا لهذ المرحله راه حنا رابحين الحمد لله، ولاد بلادنا تبارك الله رجاله وكافحوا والحمد لله. هذا ما كان، حنا البنات الصراحه حيت واحد المتبعه شحال هذه كانت قالت لي، حيت بقيت كان قالت لي فرحتين راسنا بهذا المنتخب وهذا، حيت كنت قلت لكم راه كنهضر، قالت لك زعما سيروا شوفوا غلاء الاسعار، فعلا غلاء الاسعار ما عنده حتى شي علاقه بالكره، الكره بغينا نفرحوا لان المغاربه باغيين يفرحوا، محتاجين يضحكوا لان كل واحد ربي اللي عالم به وكل واحد ربي اللي عام شنو فيه، فكنبغيو نفرحوا، كنبغيو واحد اللحظه نسرقوها من الحياه ديالنا، نضحكوا نشطوا ومولاها ربي، انا دابا انا الدنيا انا ربي اللي عالم بيا وظروف وهذا، ولكن كنبغي نسرق واحد اللحظات، تشوفيني في الزنقه كنضحك تقولي دنيا ما خاصها حتى خير، ولكن راه خاصنا نضحكوا، راه ما يمكنش تبقاو ديما متشائمين وديما كنضحك. البنات راه اللي كيتلاقاو معايا في الحقيقه راه غيشوفوا دنيا وحده اخرى، راه كنضحك وحيت اليوتيوب ما كيوصلش لك داك الانسان على حقيقته. فالمهم هذا ما كان، وما شاركتش معكم صافي، بديت كنسقي في العشاء، انا صافي بقيت مقابلهم، لا جي هنا لا هادي، راكم عارفين الروح الرياضيه ضروري، والحمد لله على كل حال، وكنفتخر براسي كما قلت لكم من الاول كنقولها وكنعاودها، كنفتخر براسي انني مغربيه، واننا وصلنا لهاد المرحله هادي، الله يجعل شي بركه. يلا هذا ما كان، دابا ان شاء الله غادي نتعشاو وغادي نقول لكم بالسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سمحوا لي ما عرفتش نعبر وما عرفتش نهضر معكم لان بزاف الحوايج زوين في قلبي ولكن ما كنعرفش نعبر.